مرحبا يا اخوي. عايشك وبيك عايش. بس عليك الحمد لله. عايش معنا بطل في رفع الاثقال في كمال الاجسام بريتو، عفوا، لاعب المنتخب الوطني، عرفنا بروحك. اسمي مهيب، عيطوا لي مهيب بالبادرينو بحكم اسمي في الانستغرام. لاعب كمال الاجسام من المنتخب الوطني التونسي. عندي كارت احتراف، حصلت على كارت احتراف في المنس كلاسيك فيزيك عم ناول في لعبة تونيزيا برو شامبيونشيب. عندي أكثر من 13 سنة في الميدان. بون مش 100% معناها كمال أجسام بحكم جربت برشا دي سبور أخرين، أما تعمقت في السبور هذا أكثر. عندي حكاية هكاك 6-7 سنوات. شو نقول لك أنا، في عمر قديش بديت تخدم تخمم أنك تدخل عالم الرياضة هذه؟ والله يعني قلت لك معناها عندي اون جينيرال بين 12 13 14 سنه كيكا بين لي سبور الكل، اما معناها التركيز نتاعي على بادي بيلدينغ يعني كمال اجسام 100% عندي زون 6 سنين، وانا توا عمري 24 سنه، فهمت؟ يعني في ال 19 في ال 18 حاجه. كيب ناسيونال كلكم في اعمار قداش توا؟ ولا تفرق، فما شكون معانا في الكيب ناسيونال فوق ال 40 سنه، فهمتني؟ مش بالضروره تقدم العمر في ال 18 سنه 19 سنه مازال كيعدى الباك، فهمتني؟ يعني مش بالضروره فما عمر معين، يعني الكيب ناسيونال تختلف على الكيب ناسيونال نتاع لي سبور الاخرين، تختلف كومبليتمون، خاطر نحن عندنا فئات وكل فئه فيها يحكم فيها ميزان وطول وبرشا حاجات. يحكم فيها اللياقه البدنيه كمظهر كجسد اكثر منه حاجه اخرى، رياضه اخرى العمر مهم، اما الرياضه العمر مش مهم. اي هذاك حاجه اوبليغاتوار لازم تكون متوفره في لعبه كمال اجسام. علاش؟ على خاطر هذيك اللي تربحك، سينو ما تربحش، كي يبداش اللياقه نتاعك حاضره 100% مستحيل تربح، فهمت؟ نحن يعني لازم تكون اللياقه نتاعك حاضره، اما العمر وكل هذاك ماهيش مش مقياس بالضبط. السبب اول حسيت شو نحكي معك اول البطولات اللي هزيتها. والله بديت انا البطولات من 2017 الحقيقه، اول بطوله لعبتها في فئه المنس فيزيك اللي هي مش الفئه نتاعي توا، خاطر تبدلت الفئه نتاعي وليت منس كلاسيك، تفرق بيان سور الفئات. وقعدت نلعب بطولات حتى اكشلي لحد الان معناها مازلت نلعب بطولات. اول بطوله جبت فيها معناها بلاسمون باهي كانت 2019 وقت لعبت بطولة تسمى دايموند كاب، وجبت فيها دوزيام بلاس اوفرول. وقت البطولة ذي كانت يعني على الكارت الاحتراف، زادة ضربت على البار جبت دوزيام بلاس، معناها كان جيب بريمير بلاس كنت ناخذ كارت احتراف، لكن ما حالفنيش الحظ. والبطولة اللي من بعدها كانت 2023، يعني اوكي لعبت بطولات لكن ما كانوش موافق معناها ما كانش الترتيب نتاعي باهي فيهم. والبطوله 2023 الحمد لله جبت الكارت الاحتراف نتاعي. لا هيك الحصول على كارت الاحتراف مهمه على الاخر في رياضه كمال الاجسام. نحن عندنا راهو كارت الاحتراف فما زوز فئات، فهمت؟ فما فئه تسمى الاليت وفما فئه تسمى الام بي سي. اوكي الاليت هي ديما اللي تكون يعني تابعه للجامعه، معناها تكون تابعه الدوله منظمه دوليه، فهمت؟ والام بي سي تكون خاص والاكثريه يعني اللي توصلك نحن كل الرياضه ماك تعرف فما كيما نقولوا نحن الحلم الكبير كيما في كره القدم فما كاس العالم بار اكزومبل، فهمت؟ نحن في الدومين نتاعنا عندنا بطوله تسمى مستر اولمبيا. مستر اولمبيا ذي كيما نقولوا نحن كاس العالم، فهمت؟ مستر اولمبيا مش بالضروره تشارك فيها وانت تكون في عنصر في الفيدراسيون تونيزيان. لا باش نفسلك على باش نجيك، كي تبدا تابع الفيدراسيون تونيزيان ما تنجمش توصل مستر اولمبيا على خاطر تابع الاليت، تابع المنظمه الدوليه. وقتاش توصل مستر اولمبيا؟ كي تبدا تابع الام بي سي اللي هي المنظمه الخاصه، فهمت؟ دونك اذا خذيت كارت احتراف في الام بي سي تنجم معناها توصل لمستر اولمبيا، اما كي تاخذ كارت احتراف في الاليت ما تنجمش. ما عندناش برشا في مستر اولمبيا في تونس، نحكي دول العربيه عندهم، دول العربيه مجاوره عندهم عدد كبير يشاركوا. ليبيا بار اكزومبل، في ليبيا فما، في الجزائر فما، ولكن في تونس فما. والله تحسن راهو الدومين الحقيقه تحسن بالكدا، عندنا محمد امين فخفاخ لعب معناها في مستر اولمبيا، وصل مسرح مستر اولمبيا. عندنا توانسه لكن متجنسين عندهم جنسيات اخرى، هما في الاصل توانسه ولعبوا مستر اولمبيا، فهمت؟ فما برشا اسامي معناها وصلت.
والله وغزل لي ريزولتا كبيره الحقيقه ما فماش ريزولتا كبيره، لكن وصلوا اون فوا توصل للمسرح نتاع اولمبيا راك عباره عملت انجاز كبير، فهمت؟ خاطر ماهوش ساهل الجمله، ماهوش ساهل الجمله، خاطر انت راك باش تتعدى برشا مراحل، والمراحل صعيبه برشا باش تلعب كونتر ناس معناها عاليه في النيفو نتاعها، دونك ماهوش ساهل. انا اللي نشوف يوصل مستر اولمبيا نشوفه انجاز الحقيقه، فهمت؟ وان شاء الله ربي يسهل ونوصلوا الناس الكل. العائله تصرف نتصور، ما تقولش انت تخدم اليوم؟ اي انا نخدم بيان سور، لكن اوكي العائله تعاون معناها باش ما نكذبش يعني، اكيد يعاونني بابا وتعاونني امي، لكن ديما ماكش تلقى روحك قادر 100% توفر كل شيء. خاطرش علاش نسال فيك السؤال هذا؟ خاطر رياضه كمال الاجسام تستحق قهوه كبيره ومصروف كبير على الماكله وعلى السبور. تستحق برشا 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 مصاريف يعني. اغزلي شوف انا توا في مرحله متقدمه مني في الـ في الـ في كمال الاجسام، وقد ما تقدم في النيفو قد ما تزيد المصاريف نتاعك، فهمت؟ والحقيقه ماك تعرف يعني الظروف الماديه في تونس ماهيش ظروف يعني متاحة باش تخليك تكمل يعني في دي نيفو بروفيسيونيل، فهمت؟ ما تنجمش لهنا يجي دور سبونسور، فهمت؟ مشكل كبير في سبونسور في تونس. مشكل كبير ياسر. انا لحد الان هو عندي كارت احتراف يعني وتابع ليكيب ناسيونال وما عندي سبونسور. جيت قصدت ناس؟ والله الحقيقة مش قصدت ناس، لكن ما فماش ما عدناش برشا، ما همش معناها برشا باش نقصد، فهمت؟ وحتى سبونسورز اللي موجودين ما يعاونوش كيما السبونسورز البرا، البرا راهو معناها معاك فما كونتراتو، فما سالير، فما سفر وفما صحيت يوفر لك السفر، يوفر لك الاوتيل نتاعك، الانسكريبسيون تاع البطولات، برشا حاجات لهنا الحقيقة ما همش موجودين برشا، وحتى كان موجودين الحقيقه ما همش قاعدين يخدموا في خدمه اكلي واضحه، فهمت؟ وكا شو نقول لك حاجه، مش ديما في الفيدراسيون التونسيان فما مشكل، سواء مشكل تسيير او مشكل اختيارات الملاعبيه اللي نجموا نراهنوا عليهم على مر الزمان موجوده. الحقيقه اختيار الحقيقه تاع الملاعبيه ما فماش مشكل، خاطر الحقيقه ليكيب ناسيونال اللي خرجت معناها تنجم تقول لي زيليت نتاع تونس موجودين فيها، فهمت؟ والمشكل الاخر اللي قلت لي عليه شنو هو؟ قلت لي تسيير بحكم عدم استقرار قد يكون الجامعه، وما خليناش ديما نشاركوا في تظاهرات، فالمفروض في التظاهرات نكونوا حاضرين فيها. فهمت؟ هو صحيح لازم نكونوا، هاني قلت لك خاطر الجامعه توا بدات يعني تتصلح، فهمت؟ خاطر اخر مره تبدل رئيس الجامعه وبدا يخدم في خدمه الحقيقه خير من اللي كان قبله، نظم برشا بطولات، جاب لنا بطولات يعني كان ما كانتش قبل توصل لتونس، فهمت؟ وقاعد يخدم في خدمه، لكن ديما هاني نقول لك الدومين ماهوش الشكل اللي قاعدين فيه برشا سبونسرز يعاونوا، خاطر مهما يكون لازم فما يعني تدخلات نتاع لي سبونسور باش يقويوا في النيفو، يقويوا في ليزاتليت، يجلبوا اكثر ليزاتليت، خاطر سامحني مش كيما بطولة التروفي نتاعها يكون 10 ملايين، كيما بطولة يكون التروفي نتاعها 100 مليون، فهمت؟ 100 مليون باش تجيب لك أكثر ديزاتليت، باش الناس تحضر، باش تولي يعني تتشجع باش تحضر، فهمت؟ مش كيف كيف. كي نحكيو على الريتم نتاعك تحضيراتك، كي نلخصوا شنو تعمل كل يوم؟ ولا ريتم قاسي شوية، فهمت؟ ومش أي واحد يتحمله إلا ما يكون إنسان يعني بالحق مغروم أول حاجة، وإنسان عنده عزيمة كبيرة، فهمت؟ خاطر باش تتحط في دي سيتياسيون ياسر ياسر صعاب، من اونترينمون ريجيم يبدا قاسي، معناها لازمك تتحمل الجوع، لازمك تغلب الشهوات نتاعك، فهمت؟ لازمك تغلب حتى التعب نتاعك، يعني تبدا تعب لازمك تغلب التعب وتقوم وتكمل، فهمت؟ يعني تتعدى بفترة صعيبة بالكدا. فما حاجات ممنوعة في الأكل ما تاكلوهاش؟ بيان سور، اي ما عادش اغزل لي ريت في بيريود دو بريباراسيون، يعني تتحط في 12 جمعه بريباراسيون راهو سي بون، معناها ما فماش لا تقول لي سكر لا تقول لي اكي تاكل من الشارع على حد شيء، فهمت؟ ريجيم تتبعه معناها يكون بيان سور في الحم الحوت السكالوب العظم الخضره بانواعها الروز، فهم؟ هذوما هما اللي لازم ديما تاكلهم وتتبعهم 100% باش توصل للريزولتا نتاعك، سينو ما تنجمش، فهمت؟ هذا هو. اخر حاجه طموحك؟
لك طموحي كيما قلت لك من الاول راه هو مسرح مستر اولمبيا ان شاء الله، ان شاء الله ربي سهل ونوصلوا له، بالرغم يعني فما صعوبات في الميدان نتاعنا كيما حكيت لك، ان شاء الله ربي سهل ونوصلوا له، ان شاء الله يا رب ان شاء الله. عايشك.